رسالتنا دائمة إنه الشهداء الأكرم منا جميعا إلهم علينا حق الوفاء وحنضل نوفالهم حتى النصر وبعد النصر إن شاء الله. في عندك أسرى محررين جداد طلعوا وإجوا يشاركوا، في عندك إخواننا من القدس الشريف ساعدوا بتنظيم الفعالية وهذا بحد ذاته بنظر الشيء عظيم. في عندك من مناطق 48 إلنا كثير من الإخوان، في عندنا مؤسسات مدنية ومؤسسات يعني عسكرية وحكومية كلياتهم جايين يشاركوا وفاء لكل شهدائنا من خلال هاي الفعالية. أنا بالنسبة إلي ولشعبنا الفلسطيني تعني الرمز، تعني المقاومة، تعني التحدي، تعني كل الصفات الوطنية من أجل تحرير فلسطين، لأنه لا يوجد أي أسلوب مع الإسرائيليين إلا أسلوب دلال المغربي لتحرير فلسطين.